واحد بيقول علشان الواحد يتناول لازم يكون بلا خطية ومستحب، علشان نتناول على هذا الأساس ولا حد يتناول أنا أول، لأنه لا يوجد إنسان عاش يوم واحد على الأرض ولا يكون بلا خطية، فكيف أتناول إلى آخره؟ عشان كده أنا بقول للناس لما تيجوا تتناولوا صلوا وقولوا يا رب ليس من أجل استحقاقي لكن من أجل احتياجي، ليس من أجل استحقاقي لكن من أجل احتياجي. أنت لا تنتظر حتى تصل إلى الكمال ثم بعد ذلك تتناول، وإنما أنت تتناول لكي تساعدك المناولة أنك تصل إلى حياة الكمال. كمان في فرق بين واحد بيخطي وواحد حب الخطية مغروس في قلبه، فجايز إنسان بيخطئ عن ضعف وبيطلب أن ربنا يعينه ويدي له قوة، وبين واحد تاني مغروس في محبة الخطية ومحبة الخطية مغروسة فيه، ده محتاج يتوب في الأول.